الحقيقة الأخبار بتيجي تباعا، في خبرين الحقيقة كلنا مركزين عليهم دلوقتي. نمرة واحد، إن حصل سمعنا عن حريق قدام بنايه سكنيه او في بنايه سكنيه باب اللو امام او قريبه من مقر وزاره الداخليه. الكلام كان فيه كتير، كان بيتقال الاول ان هي قنبله مثيره للدموع اتربت في الشقه، الشقه مقفوله فولعت الشقه، لكن دلوقتي في روايه تانية ان كانت بيتم القاء لبعض المعونات من اكل وشرب وخلافه من هذه العماره وولعت الشقه فجاه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، تجدد الاشتباكات عامه في منطقه التحرير للمرة الثانية. قوات الأمن تستهدف بناية سكنية قلناها خلاص، وبرضو في برضو خبر من الشروق أهو، تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بالتحرير وإلقاء القنابل المسيلة للدموع من قبل قوات الأمن المركزي. واضح إن كما يطلق عليه الإعلام كر وفر، وكما يطلق أو يطلق عليه الشارع المجزرة مستمر. طيب دلوقتي هنسأل سؤال بقى تاني، الانتخابات لو اتأجلت، لو كان في مطالبة بتأجيل الانتخابات، أو كما يعني الأول كان في يقول لك الفزاعة، الفزاعة دلوقتي هي تأجيل الانتخابات، هل ما هي نتائج تأجيل الانتخابات؟ أستاذ سلام أحمد سلامة برضو كاتب النهاردة قال لك كلما اقتربنا من موعد الانتخابات كلما زادت فرص الانهيار بين العلاقة أو في العلاقة بين المجلس العسكري والقوى السياسية. لا تدعني أضيف إلى ما قاله الأستاذ أحمد سلامة، وهو أن الجميع يخسر في استنزاف سياسي لكافة القوى السياسية بما فيها المجلس العسكري كمان على فكرة كلما تأجلت الانتخابات. بمعنى لو كانت الانتخابات أجريت بعد شهرين أو ثلاثة مثلا من تنحي الرئيس السابق، تجد أن رصيد المجلس العسكري كبير، رصيد القوى السياسية كبير، ولكن للأسف كلما تحدثت قوة أو فصيل سياسي أو كلما تفاعل المجلس العسكري مع الشارع النزيف يبدأ، الرصيد يقل. الكل بيغلط للأسف. الإخوان المسلمين، تصريحات الإخوان لم تكن مطمئنة بالمرة، رد فعلهم على زيارة أردوغان وحديثه عن الدولة المدنية والعلمانية والديمقراطية سلبيا على الإطلاق، ما يتفضل به رموز وقيادات من الإخوان المسلمين بشأن الزواج الإخواني من إخوانية وما إلى ذلك، كل هذه الأمور للأسف. رصيد التيارات الإسلامية يتراجع بسبب التصريحات والمواقف السلبية، المجلس العسكري يضطر لأن يصطدم بالشارع فيطلق بيانات لا ترضي الشارع ويتصرف بطريقة لا ترضي الشارع، فتجد أن الرصيد يتآكل. الشرطة للأسف لا تغيير في أداء الشرطة، كلما تأجلت الانتخابات زادت المصادمات، زادت التصريحات والاشتباكات فقل الرصيد. الجميع يخسرون كلما تأخرت الانتخابات. من مصلحة مصر ومصلحة القوى السياسية ومصلحة العلاقة بين الشعب والشرطة والشعب والجيش أن تجرى الانتخابات في أسرع وقت ممكن وبطريقة نزيهة وديمقراطية حتى نتجاوز أزمة الثقة التي نحن بصددها الآن. الآن لا ثقة على الإطلاق بين القوى السياسية وبعضها البعض، لا ثقة بين الشارع والمجلس العسكري، لا ثقة بين الشارع والشرطة. إلى متى يستمر هذا النزيف؟ كلما تأخرت الانتخابات استمر هذا النزيف والجميع يخسرون. بالنسبة لتأمين الانتخابات وإقامة الانتخابات في موعدها وفي نفس الوقت في غياب أمني وفي بلطجية منتشرين في كل حتة، حضرتك متفائل بنتيجة الانتخابات اللي جاية؟ يعني أيا كانت نتيجة هذه الانتخابات لابد أن تجرى. يعني إذا كنا متخيلين أن الانتخابات هتتم في أجواء مثالية نبقى مخطئين على فكرة. نحن لم نتحرر بعد من سلبيات مرحلة ما قبل الثورة. يعني البلطجية جاهزين ممكن يكونوا قبضوا على فكرة، يعني ممكن يكونوا عرفوا المهام الموكلة إليهم وقبضوا مقدم أو عربون للي هيعملوه في الانتخابات. دي حاجة. الحاجة الثانية، فكرة شراء الأصوات قائمة وبرضو الناس بتحضر لها من دلوقتي. السلوك التصويتي للناخب المصري صعب أن يتغير في 9 شهور بس، ودي أول انتخابات بعد الثورة، معناها أنها سوف ترث قطاع كبير من المشاكل التي كانت سائدة في مرحلة ما قبل الثورة. ولكن علينا أن نبدأ أيا كانت الملابسات الأمنية والسياسية التي تحيط بهذه الانتخابات، علينا أن نبدأ حتى نستطيع أن نتخلص من إرث الماضي بشكل متدرج. يعني أولا يجب أن لا نثق في أنها ستكون مثالية، ولكن علينا أن نكون مع هذه الانتخابات حتى آخر رمق، لأنها سوف تضع أساس لانتخابات أفضل في المستقبل. طيب احنا معانا مداخلة تليفونية، بس قبل المداخلة أنا بس عايز أقول رسالة من البطل أحمد حرارة، واللي فقد عين، أول عين فقدها كان في 28 يناير في المواجهات، وتاني عين فقدها امبارح يوم 19 نوفمبر، أول امبارح 19 نوفمبر. هي رسالته كالآتي: أعيش كفيفا مرفوع الرأس وبكرامة أفضل من أن أعيش مبصر مكسور العين. هيكون معانا مكالمة أو مداخلة تليفونية بعد قليل، بس أنا عايز مش بس أحمد حرارة، غيرهم من الأبطال أو الشهداء يعني أضيفوا على قائمة شهداء ومصابي الثورة، اللي
لأول مرة امبارح يكون فيه الحمد لله رب تصريح رسمي يعني بمناسبة هذا الموضوع، لأن بمناسبة إن الموضوع أصلا بدأ كما قيل إن هم كانوا هم البداية أو شعلة الشرارة اللي انطلقت من التحرير، هم كانوا مصابي الثورة اللي قرروا أو أصروا على الاعتصام في التحرير إلى أن تحقق مطالبهم وإلى أن يتم التعامل معهم كأبطال فعلا وبما يليق بهم. هذا الملف كيف تراه يا فندم؟ وفكرة المتاجرة زي ما بيقولوا سيقول لك في بتاجروا في هذا الملف، سواء من منظمات المجتمع المدني كما اتهموا أو أيضا منهم من نفسهم، إن في منهم بيتاجر بهذا الملف. طريقك على هذا الموضوع بقى كله بشكل عام من تحليلك السياسي يعني. مفيش شك إن التعامل مع ملف مصابي الثورة وشهداء الثورة بيمثل اختبار حقيقي لنوايا وأداء المجلس العسكري والحكومة المصرية في هذه المرحلة، ولكن يعني لو عملنا عملية تحليل خطاب زي ما بنقول في الإعلام للخطاب الرسمي في هذا الخصوص، فكرة التخوين، فكرة أن هناك من يتاجر، فكرة يعني كل هذه الأمور بتعكس أجواء برضو من عدم الثقة للأسف، إنه في حالة من الاستعلاء بشكل أو بآخر يعني. وإحنا عايزين نتخلص من كل هذه الأجواء. صحيح ممكن يكون في مندسين وما إلى ذلك، ولكن يجب أن لا يقلل ذلك من قيمة الدماء التي سيلت أو من الإصابات التي وصلت. لسه حضرتك تضرب نموذج عن شاب فقد عينه في ثورة 25 يناير وفقد العين الثانية في أحداث هذه الأيام. هذا شيء مؤلم إلى أبعد الحدود، وما تتخيلش قد إيه أنا بتألم لما بسمع هذا الكلام. يعني ليتنا في مواجهة مع عدو خارجي أو في مواجهة مع إرهابيين، ولكن دي شرطة مصر وده جيش مصر ودول شباب مصر. يعني للأسف كلنا بنفقد رصيد. صحيح. كلنا نفقد رصيد. قوى وطنية وسياسية لا أحد يشكك أو يزايد في وطنيتها، والجميع خاسرون. إذا فقدنا شهيد نحن جميعا خاسرون. الجيش يخسر، الشرطة كلنا نخسر. طبعاً. علينا أن نتجاوز هذه المرحلة ونوقف هذا النزيف الذي لن يستفيد منه أحد سوى أعداؤنا في الخارج. معنا مداخلة تليفونية أخيرة وسريعة جدا من الأستاذ عماد جاد، هو نائب مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. صباح الخير يا فندم. أستاذ عماد. نعم. صباح الخير يا فندم. الو، حضرتك على الهواء يا فندم. اتفضل. اتفضل معانا يا فندم. معاك. نعرف بس تعليق، بس يا ريت يكون سريع على الاحداث وعلى تصاعد الاحداث وردود فعل السياسيه والشعبيه على ما يجري الان في شارع او في ميدان التحرير والشوارع المحيطه بها وفي مصر بشكل عام. يعني اعتقد ان الاحداث تسارعت بشكل غير متوقع نتيجه اخطاء متراكمه، لم يحدث تغيير في طريقه الاداء الامني مع مساله الاعتصام او المظاهرات. 150 من اهل المصابين كان يمكن التعامل معهم بطرق مختلفه، كان يمكن التعامل معهم بطرق سياسيه، لكن يبدو ان نفس العقليه التي كانت تدير الاوضاع وقادت بها الى التدهور هي نفس العقليه المستمره، وهو استسهال الحلول الامنيه على حساب الحلول السياسيه. عاده من يتولى أو يتصدر لإدارة المشهد السياسي يتولى التركيز بداية على الحلول السياسية. حتى الآن لم نرى حلا سياسيا، نرى قنابل وحجارة في أشهر ميادين مصر وأهمها، رسالة سلبية للعالم أجمع. وبالتالي أعتقد أن الثقة تراجعت كثيرا بين طرفي المعادلة الآن. اتهامات كثيرة تكال الأحزاب السياسية عن غير حق، محاولة تبني رؤية أحادية من جانب الإعلام الرسمي، وبالتالي الإعلام الرسمي كما ورط مبارك أعتقد أنه يقوم الآن بتوريط المجلس العسكري. علينا، المجلس العسكري يمثل القوات المسلحة المصرية لكنه في نفس الوقت يدير البلاد، هو يتصدر عملية سياسية، وبالتالي عملية سياسية لابد أن تخضع للتقويم والمراجعة. الآن لم نرى مسؤولا سياسيا يخرج ليطرح علينا رؤية، وبما أنهم ليست لديهم هذه الرؤية أعتقد أننا نناشد المجلس العسكري ونقول له بشكل واضح عليك ألا تتبع طريقة عناد مبارك التي قادتنا إلى تدهور الأحداث، عليك أن تصغي إلى الأصوات التي تطالبك عن حب وعن تقدير بضرورة إقالة هذه الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لإدارة الفترة الانتقالية الحرجة والحساسة في تاريخ مصر من خلال الجلوس مع القوى السياسية، التفاهم معها، الحديث معها لإجراء الانتخابات البرلمانية التي سوف تأخذنا إلى أول طريق التطور الديمقراطي. المشهد الراهن مؤلم للغاية. المصريون حينما يتابعون هذه المشاهد من المنازل يخشون النزول. من يقول أن مصر في مثل هذا اليوم الأسبوع القادم سوف تشهد أول انتخاب لبرلمان ما بعد الثورة؟ المشهد الراهن يقول أن غالبية المصريين سوف يفضلون الجلوس في منازلهم. علينا أن نعيد الثقة للمصريين ونطالبهم بالثقة في الأجهزة الأمنية من خلال حكومة جديدة بشخصية وطنية بعيدة عن الانتماءات السياسية
وبعيد عن الانتماءات الحزبية، حكومة محايدة لا يكون بها ممثلين لكل القوى السياسية الموجودة، فقط حكومة محايدة ولا يكون من بينها أحزاب مرشحة لشخصيات برلمانية، وبالتالي تبدأ في زرع الثقة بين الشعب المصري وبين قياداته التي تدير شؤون البلاد الآن، لأنني أعتقد أن طريقة أداء الحكومة هي التي تسبب النقد الحاد للمجلس العسكري الآن طبعا. والتركيز على الأداء الأمني، يعني وزير الداخلية يخرج ويقول لم تطلق رصاصة واحدة ولم يطلق خرطوش، ومذيعة في قناة النيل الأخبار تقول أن المتظاهرين يلقون قنابل المسيلة للدموع على يعني قوات الأمن، وتسأل ضيفها من أين حصلوا على هذه القنابل، فيرد ويقول لها أنها قنابل قوات الأمن، وبالتالي هم يعوزون إلقاءها مرة أخرى. هل بالله عليكم هذه مسؤولية للإعلام المصري تقول من أين حصلوا المتظاهرين على القنابل المسيلة للدموع؟ أنا يا فندم لن أحكم على غيرنا، بس يعني أعتقد أن احنا كل مسؤول عن نفسه، وأعتقد أن احنا كمسؤولية زي ما حضرتك قلت إعلامية بنحاول على قد ما نقدر أن احنا نكون بنحاول على قد ما نقدر أن احنا نكون على مستوى الحدث، لأنه فعلا ما بقاش في وقت للهزار. أستاذ عماد جد أشكرك شكرا جزيلا جدا على تعليقك ومخيطتك المتميزة. أنا بس عايز أذكر مقال الأستاذ فهمي هويدي النهاردة، طبعا من ضمن الشخصيات الكبيرة اللي مهتم بمقالتها، والتايتل أو عنوان المقال واضح جدا: لو أن حبيب العدل لا زال في منصبه لما فعل أكثر مما فعله وزير الداخلية الثورة مع المتظاهرين. ويعني مكمل سرد يعني دكتور نظيف والمجلس العسكري وزير الإعلام وخلافه. يعني أستاذ بشير بنشكر حضرتك كمان على وجود حضرتك معنا النهاردة، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات تانية، وبنتمنى طبعا أكيد أن المشهد يكون أحسن من كده، وبنتمنى أن فعلا مصر تخرج من المأزق ده فعلا. أكيد عجباني ابتسامتك، ابتسامتك الحذرة جدا يعني. زي ما قلنا تاني كان صعب، احنا قلنا في مقدمة اليوم كان صعب نحن نقول نهارك سعيد، نفسنا يكون نهار بلدنا سعيد، بس عشان ده يحصل لازم كلنا بجد نفهم أن لم ينجح أحد، ولازم بقى نبتدي نشوف صحيح. هنطلع من ملحق ازاي، لان واضح ان الملحق معاده قبل الصيف، معاده متوقع ما كانش متوقع قوي. صحيح. السلام عليكم.